السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو في موضوع العض وحل مشكلة العض، وهو نقطة اتكلمت فيها هي الحفاظ على المساحة الشخصية بيني وبين الحصان. ازاي ان انا اعمل مساحة شخصية بيني وبين الحصان؟ موضوع العض يعني له ابعاد كتير، مشكلة العض لها ابعاد كتيرة جدا بتبقى متسببة فيها، وعلاجها كذلك برضه له ابعاد كتير عشان نوصل لحل مشكلة العض. الاول اتكلم على بعض الأشياء اللي ممكن تبقى سبب في موضوع العض ده، منها استثارة العض عند الخيل. زي ما قلنا الأمهار لما بتكون مع بعض اللي بيعمل لهم موضوع العض ده، أو إن هما بيهزروا مع بعض كتير بسبب موضوع اللي هما قريبين أصلا من بعض، فبيلعبوا مع بعض بوسيلة التواصل الوحيد اللي عندهم اللي هي البق والسنان. تمام، استثارتهم لكده ممكن تأدي للعض. تمام، سوء المعاملة باللجام ممكن تخلي الحصان يعض، كذلك اللي بيتعامل مع الحصان في البوكس ممكن يخليه برضه يعض، يحرنه أو دايما بيقسى عليه فبرضه ممكن يخليه يعض. طيب في كمان نقطة ممكن تخلي الحصان دايما عايز يعض بس مش لهدف العض، اللي هي سوء التغذية. الحصان دايما عمال يحرك بقه ودايما تلاقيه بياكل في الخشب، بياكل في الحبال، الكلام ده كله، فسوء التغذية برضه بيؤدي لكده. طيب تبقى نقص أملاح وحاجات في الجسم، فبيبقى الجسم محتاجها فبيفضل الحصان يعمل كده يعضعض ببقه وكده. طيب كمان التوتر العصبي والضغط العصبي على الحصان برضه بيخلي الحصان يعض. فموضوع العض له أبعاد كتير جدا جدا. طيب عشان نعالج كمان، أحيانا بيبقى سيطرة من الحصان وهيمنة، خاصة لو فحل كبير زي مختار كده، كبير في السن يعني وفحل بيطلق، يبقى برضو عنده نوع من الهيمنة أو السيطرة، برضو موضوع العض ده بيبقى كده. طيب العض أنا ذكرت إن هو برضو حالات مختلفة ودرجات متفاوتة. حصاني ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه، هو حالته اللي هي 90% من حالة الخيل بالنسبة لموضوع العض، الخيل العربي أو الخيل ابن المخاتيم اللي هم بيقولوا عليه اللي هو بيخش الأدب وكده، بيبقى شبه العربي. الخيل ده بيبقى دمه كتير، فهو دي بتبقى طبيعة فيه. 90% تقريبا من الخيل بيبقى بنفس الحالة دي. في حالات طبعا بقى اللي هي الحالات الشرسة دي بإذن الله تعالى هذكر برضو إزاي هتبقى المعاملة معاها. طيب عشان برضو ما انساهاش، هي الحالات اللي هي بترجع ودنها لورا وانت داخل عليها وبتبرز سنانها وبتهجم عليك، بتتحرك ناحيتك، ده مش فرض سيطرة ومش هزار ومش استثارة، لا ده بيبقى حصان قد يكون اتعرض لأسوأ، أو قد يكون ما تعرفش إيه اللي وصله للمرحلة دي، وأكيد سوء معاملة برضو. لكن في الحالة دي بتبقى المعاملة مع النوع ده من الخيل بتبقى محتاجة حرص شديد جدا جدا وحذر فوق ما تتخيل. طيب أنا برضو النوع ده من الخيل هنتعامل معاه برضو بفرض المساحة الشخصية بيني وبينه وتقويم أخلاقه برضو، لكن هيبقى بحذر، هيبقى باللجام، يكون باللجام، وهتيجي على الراس دي هتضيقها على الحصان جامد عشان ما تتعرضش ان هو ممكن يهجم عليك ويفتح بقه بطريقة شرسة، فهتضيق عليه بالموضوع ده. بس ايه، انا بشرح لك هتبقى ازاي، انا ملبسه بس عشان ما تعملش معاه بالرشمة، عايز تعمل معاه باللجام. فليه اقل حركة من اللجام هتديله انا عايز ايه، فهمه، ارجع كده وانا بطبق موضوع المساحة الشخصية. الرشمة تخليني انتش جامد جامد وانا مش عايز ايه انتش فيه جامد يعني. بس حبيبي طيب خلينا نبدأ بسم الله. هو اللي احنا محتاجينه الاول ان احنا قلنا نعمل المساحة الشخصية بيننا وبين الحصان. انا عملت فيديو رقم 2 في البوكس ازاي افرض على المساحة الشخصية في البوكس، ان انا داخل الحصان يحترمني ويبدأ بقى ان هو يبطل يهزر معي. طيب وذكرت كمان ان موضوع العض يعني ايه مراحل وبتتقدم، كل ما تسيب مرحله الدنيا بتزيد معاه، فاحنا نلحق نوقف إيه المراحل في اولها يكون افضل بكتير يعني. طيب اول حاجه هتعامل مع الحصان اللي بيعض هو ان انا عايز اخلي فيه مساحه شخصيه بيني وبينه. هبدا ازاي؟ ان هو انا هقف كده، لو قرب مني هقول له ارجع ارجع، لما يرجع هقول له برافو عليك برافو عليك. تمام، هو ما قربش خلاص.
زي الفل. طيب طول ما انت واقف جنبه ارجع ارجع، طول ما انت واقف جنب الحصان تقف جنبه شويه، دقيقه اتنين تلاته، كل ما يخش عليك تقول له ارجع ارجع. رابع هنا غير البوكس، لان في البوكس هو سايب، لكن هنا انت ماسكه فهو عارف ان هو مرتبط بيك. ارجع ارجع. طيب دلوقتي هتنقل معايا المرحلة ان انا عايزه وانا ماشي يحترم المسافة الشخصية بيني وبينه، هسحبه وهوقفه عند نقطة معينة، كل مرة هقول له استوب هنا زي كده. بص دي كده قرب عليا جامد، برافو برافو مختار كده. انا بقول له بفهمه بلغة الجسد ان انا عايزك ترجع ورا، ولما رجع طبطبت عليه فهو يبدأ يفهم ان هو ده المطلوب، ده اللي انا طالبه منه. طيب تاني يعني الى حد ما. طبعا انا عملت جلسة معاه امبارح، مش التليفون بيصور، التليفون الحصان طبعا في استجابة دلوقتي عالية يعني، لكن امبارح كان الموضوع اصعب من كده، وكان في درجة تعليمية افضل من كده في الفيديو. عموما هي الفكرة واضحة. طبعا نخلي بالنا كيف تشد ظهرك الحصان وخلاص، عينك تبقى معاه. حصان انا عارفه متأكد منه، انا عارف ان هو حصان مؤدب مش هيعمل حاجه، لكن طبعا انت برضو حسب حاله حصانك بتبقى شده حرصك يعني. يفضل ان في الاول ان انا اعمل كده وانا ماشي بالحصان، اعمل عصا كده بحيث يفهم انا عايز منه ايه، بعدها الف اقول له برافو عليك. تاني برافو مختار افندي برافو. بس برافو برافو برافو. برافو برافو. تاني ارجع. برافو برافو، ما تنساش تقول له برافو، طبطب عليه في الوقت المناسب. ليه بقى؟ مش الإشارة أو الضغط اللي بيعلم، اللي بيثبت المعلومة عند الحصان هي المكافأة، إنك تقول له برافو عليك، إنك يعني تمنع عنه خلاص الضغط، إنك أنت تمنع عنه الحركة دي. أنا بعمل له كده بس، فبقول له ارجع. مش دي اللي هتعلمه، اللي هتعلمه إن أنا أقول له برافو عليك، أنا أقول له برافو في الوقت المناسب، ده اللي بيعلم الحصان مش الضغط. هو بيفهم من الضغط ان هو كده مش ده اللي انا عايزه. امتى يفهم ده اللي انا عايزه؟ لما طبطب عليه. خلي بالك في النقطه دي، خليك حريص فيها جدا ودقيق. لا ارجع ورا سنه. برافو برافو مختار برافو. ارجع 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 سنه ارجع سنه ارجع سنه. برافو مختار برافو برافو. تعالى تاني. التماس العذر، التماس العذر للحصان، لازم تلتمس له العذر، عايز يخرج او حاجه. ارجع ورا يا مختار، ارجع ورا، ارجع كمان سنه كمان سنه. برافو. ما تنساش ان انت بتتعامل بحديده في بق الحصان، خليك حنين، ما تعملش بشده جامد، او حتى لو الرشمه برضه ما تعملش بشده. تمام. توصل المعلومة بتبقى ايه بدرجة يعني، عايز اوصل المعلومة بدرجات، وصلت بالراحة اهلا وسهلا، بتعلي الموضوع واحدة واحدة لحد ما المعلومة توصل يرجع طبطب عليه. كويس برافو برافو مختار برافو برافو. ارجع شوية برافو. لا ارجع ارجع مختار ارجع. برافو. طيب من حين لآخر في التعليم عشان ما تضغطش الحصان نفسيا، توقفه طبطب عليه، تخليه يهدى، خليه دايما مسترخي
عشان يستقبل منك، ما تعصبوش، ما توصلوش لمرحلة انه يبقى عايز يهجم عليك او عايز يضرك. خليه دايما ريلاكس، اسحبه شوية، مشيه، يعني ايه، خرجه من دايرة الايه التعليم بس لوقت بسيط، لبرهة بسيطة، وارجع كرر معاه تاني. الموضوع ده بيفرق جامد قوي. نبدأ تاني يا عم مختار. بدأ يعضعض في الحبل وانت شغال معاه او في اللجام، تبدأ تعمل له كده، تقول له ده غلط، ده غلط، واحدة واحدة هيمتنع عنه. نقطة لسه ان شاء الله هنتطرق اليها بس بعد موضوع المساحة الشخصية ان شاء الله. بس لو عملها معاك اثناء المساحة الشخصية تتعاقبه زي ما قلت لك، تبدأ تحرك الحبل وتعلي الليفل على حسب اداء الحصان او حسب حركة الحصان. برافو برافو مختار، برافو برافو برافو. ترفش الحصان على وشه عشان ما يفضلش يرفع في وشه فوق، دايما تطمنه، تخليه يطمن لك دايما وانت داخل، يعني انت مش داخل تضربه، انت داخل تطبطب عليه او مش داخل تأذيه عشان الحصان برضو ما يعنفش عليك او كده. غلط، انت بتعمله ده غلط، لا غلط 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 امتى؟ غلط غلط. امتى وقفت الحركة؟ لما هو منع ان هو يمسك الايه الحبل. طول ما هو كان بيمسك الحبل انا بعمل له بهزله في الحبل في السرعة بتاع اللي جاي عشان يفهم الحصان. تمام، يلا نطبق مثلا المساحة. برافو، ممتاز مختار، ممتاز. عايز اقول لكم ان الموضوع المساحه الشخصيه ده هيفيدك في كل حاجه في المعامله مع الحصان. لا 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 غلط. تاني في الملفات لانها بتبقى اصعب. ارجع 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 ورا شويه، ارجع. برافو مختار، برافو عليك، برافو. ارجع ورا سنة، معلش ارجع ورا سنة. برافو برافو برافو، ممتاز. تاني، ممتاز ممتاز مختار، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. برافو برافو مختار، برافو. توقيف الهز ده هو دي علامة ان انا كده راضي عن اللي انت عملته او ان انت عملت الصح. لا 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 لا، انا مش قادر اتوظف اي حاجة خالص، اسبقك طول ما واقف صام. تمام، طيب نتنقل دلوقتي لليفل اعلى، ان هو يقف، وليفل ان هو وانا داخل عليه بلغة الجسد يرجع لورا. تمام، هبدأها معاه ازاي الموضوع ده؟ هبدأها معاه ان انا هبدأ احرك اللجام او الحبل واقول له ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. لما يرجع اقول له برافو عليك. تمام، طيب تاني، لما توقف عادي انا كده في مرحلة ان انا بحرك الحبل بقول له ارجع، بيرجع بقول له برافو عليك برافو عليك. دايما خلي الحصان هادي، ما تعصبوش عشان تاخد منه افضل نتيجة. تمام، امبارح الحصان وانا بعلمه كنت مهما هز كان بيفضل واقف، انت بتفضل مستمر لحد لما يديك حتى خطوة واحدة بس وتكافئه ساعتها عشان يبدأ يفهم ايه اللي رفع عنه الضغط، ايه اللي رفع عنه الضغط، ان هو رجع خطوه، فالخطوه دي هو خلاص بيبدا ان هو كل ما تيجي تضغط عليه يرجع لك الايه الخطوه اللي انت عايزها. بس مختار بس. طيب تاني، ما تخلطش الامور ببعضها، انا دلوقتي بعاقبه عشان الحبل عشان بيعضعض في السرعه. طيب برافو برافو مختار، برافو. تمام، هو دلوقتي كل ما بهزله الصورة بقول له ارجع، بيرجع. تمام،
عدل نفسك، عدل نفسك تاني، عدل نفسك تاني. بس كل ما بيرجعش تعلي الليفل شوية، تعلي الليفل شوية. يجي برافو محترم، برافو تاني. برافو مختار، برافو. برافو مختار، برافو برافو برافو. نعم ماشي، كرر كتير مع الحصان، مش جلسة واحدة واثنين وثلاثة، كرر. الموضوع ده مفيد جدا جدا في تعليم الخيل. بس وعشان كمان المعلومة توصل صح لازم تكرر كتير. يعني انا اعتبر بعملها برضو ايه باختصار، يعني لما انت تكرر مع خيلك. برافو. طيب انا دلوقتي